عبد الرحمن، لو تخبرني ماذا حصل في الحراك تحديدا؟ ما الذي أدى إلى تغير الموقف من جديد خلال 24 ساعة؟ بالأمس سقطت الحراك بسبب نقص الذخيرة، خلال ساعات دخلت الإمدادات ويقول الجيش الحر بأنه استعاد السيطرة عليها، ماذا جرى؟ أخبرني. طبعا نبدأ بعد الشهداء 16 شهيد لغاية اللحظة من حوض درعا، بينهم 9 الحراك لوحدها بالإعدام الميداني، هذا مستعان توقيت التوثيق وبالاسم. في مدينة الحراك لا يوجد يعني أحد مسيطر أو لا نستطيع إحصاء النسبة، أن يعني بالأمس تم إحراز تقدم الجيش الحر في المدينة واستطاع السيطرة على 80%، لكن اليوم عاود جيش النظام استخدم تعزيزات، شدد القصف منذ الصباح، عاود توغلهم في داخل المدينة، ما زالت تدور اشتباكات عنيفة في وسط المدينة وبالأخص على الحي الجنوبي. أشد المعارك تدور هناك في الحي الجنوبي، حملة شرسة اليوم الخامس على التوالي، إعدامات ميدانية لكل من جنوا أمامهم وبالسكاكين، وما زال آلاف المدنيون عالقون تحت القصف العنيف، ومن بينهم مئات الجرحى، الجرحى الذين يسقطون يوميا، من بينهم شهداء، يوميا يسقط شهداء بسبب عدم توفر أي مواد طبية أو أي كادر لإسعاف لخارج المدينة بسبب الحصار، وما زال الجيش الحر رغم قلة الذخيرة يحاول صد هذا الهجوم، والاشتباكات دائرة بشوارع المدينة. طيب يعني الوضع الإنساني عبد الرحمن، الوضع الإنساني نفهمه صعب ونتمنى يعني كلامك يكون عم يسمع، بس بالنسبة للوضع، وضع المدينة يعني من يسيطر فيها، أنت تقول لي الآن بأنه ما في أحد مسيطر، في كر وفر، مظبوط؟ نعم. نعم. طيب الجيش الحر بالأمس من بعد ما اضطر ينسحب بسبب نقص الذخيرة، كيف عاد وهجم؟ يكون جاءت بعد الإمدادات من الكتائب الأخرى، عاود الهجوم لصد هذا الهجوم لكي يحمي ما تبقى من مدنيين، لا يستطيع ترك المدينة بهذه السهولة. يعني ممكن يكون جاءه بعض التعزيزات من الخارج من بعض الكتائب الأخرى، اغتنم بعض الأسلحة عن طريق الاشتباكات، يعني هو يحاول قدر الامكان عدم فقدان السيطره على المدينه، لان مجرد انسحابه من المدينه ويعني اعتقال المدنيين الالاف العالقون داخل المدينه، هناك يعني سيحصل جريمه اباده جماعيه بحقهم، يعني هذا ما يعني هذا ما يوتي على الارض، 70 شهيد تم توثيقهم بالاسم منذ بدايه الحمله، هناك عشرات الشهداء غيرهم لكن لا نستطيع احصائهم. كل هذه الجرائم ستوضح عندما ينسحب النظام المدينة. لا نستطيع إحصاء العدد الحقيقي أو الفعلي للشهداء. نعم. طيب الآن أما في بقية المناطق، تفضل. اليوم قصف الطيران المروحي مدينة داعل وطفص وبلدة معربة، أيضا تجدد القصف الهاون على بلدات الكرك الشرقي والغارية الغربية، سقط فيها شهيدة وعدد من الجرحى، ما زال القصف مستمر الآن على الغارية الغربية، أيضا على خربة غزالة قبائل الهاون تتساقط عليها، العديد من المدن والبلدات تتعرض للقصف اليومي. طيب واضح اقتحام الاعتقالات ما زالت مستمرة. واضح عبد الرحمن، يعني في عدد كبير من مناطق درعا تحت النار، ولكن تبقى الحراك هي الأكثر توترا. عنفاً علي هذه الحملة. شكرا جزيلا عبد الرحمن حوراني الناطق باسم شبكة شام الإخبارية، كنت معي عبر الهاتف من درعا.